تخيل كيف ما تستعي على وجهك على ابوك واصلني لين البيت بعد ان شاء الله تباني اضيفك بعد. اخ اخ عمي يا عمي جتفي جتفي جتفك جتفوك ان شاء الله بعبان. اخ ما تقولي وين وديت الوثائق؟ وين وديت انت؟ عمي ذبحتني ذبحتني من الضرب من الصبح اقول لك والله العظيم ان الوثائق ما عندي ما عندي. بتكر وبتعترف يا خماس ولا بحبس بحبس واوديك الشرطه. لا 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 دخيلك دخيلك ولا عمي دخيلك كله ولا الشرطه ضربك انت اول عن ضرب الشرطه بعترف بقر خلاص. قولي قولي وين وديت الوثائق يا هيس قولي. عند عبد الغني. عند عبد الغني؟ تجرب تجرب عند عبد الغني ها؟ شو وداهن عند عبد الغني ما تقولي شو وداهن؟ اقول لك يا عمي عند عبد الغني والله العظيم جلعت شتفي واذا ما صدقني يلا طوف قدامي يلا. زين بنصير عند عبد الغني لكن اذا ما طلعنا عند عبد الغني يا خماسه يا ويلك يا ويلك طوف اشوف مش راح شتفي شتفي خلاص زين قلنا لك هني الظاهر ما يطلعنا عند عبد الغني موجود اذا ما حبستك انا ما راح. ها 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 خير 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 شو صاير يا ابو نبيل؟ هذا الفتر يا عبد الغني يقول انك دخلت مكتبي وخذيت وثيقتين مال عمارتين وثيقتين يا عبد الغني. صح بس انا ما سرقتهن انا ما اخذنهن قدام عينه وظنيت انه بيقول لك ليش انت ما قلت له؟ نسيت شو يعني الواحد ما ينسي؟ وتقر يا عبد الغني تقر. افا عليك شقا ما اقر شيه هذه العمارتين ما بيضتين زين كذا زعلت عمك. كيف تتجرأ يا عبد الغني كيف تتجرأ تدخل مكتبي وتاخذ وثائق مهمه كيف؟ كنت بأقنعها. تقنعها؟ هي بقيتها تعرف شو عندك وانك ريال ما بسهل. واقتنعت بعد شوي. زين الوثائق وين يا عبد الغني؟ عندها في الحجرة مبربوستلهن وعلقتلهن راشي تطالعهن وظاهرة تطالعهن مستعزة. خلن خلن عندها يا عبد الغني خلن عندها خل تشبع فيهم ما عليك. زين عمي قل له عن فلوس ال 150 ألف اللي اتهمني فيهن. صاحب نبيل ال 150 يابهن خماسو وشافتهن واستانست بس عقب ردهن ان شاء الله هي اللي حطت في الظرف لو ارجي. انا بقى تسمع سيب اطلع. بس كان خبرتني كان قلت لي هيا خبرت يا عمي هيا خبرت انت اصلا ما تبغيني اشتغل وياه انا ادري خلاص انا بفارق عنك ما بخليك تشوف وجهي مو ليا لكن ها قبل لا اروح ببرد ذمتي وبعدين بروح. يا رجال انا ايش عرفني يا اخي ميس ايش عرفني انك انت وعبد الغني تشتغلون مصلحتي بعدين تعال ها تعال تعال شوف ذمتك هاي بتبريها عشو. عمي لنت لنش على البحر موقف جاهز من كل شيء ومعروض للبيع. آه شو رايك فيه؟ لنش معروض للبيع؟ هي نعم ويدخل في الشهر الواحد بس 300 ألف. واللقعة 300 ألف. خميس خشمك ادرس لي الموضوع. حاضرين يا عمي دراسة. أنا خميس ومعروف عني بدراسة الموضوع. تفضل عمي تفضل. حياك حياك مرتاحين الحين؟ الحمد لله هم ونزاح عن صدري أحس الدنيا الحين غير. بتظنون أن أبوي استفاد من الدرس اللي خذاه؟ ما ظن ما ظن؟ أنتوا لين الحين ما عرفتوا أبوكم؟ علي ولي سلمك خليك متفائل. أنا أتمنى خالي يخيب ظني لو مرة واحدة بس. يكفي أبوي اعترف بيك شريك شو تبى أكثر من كذي؟ هذا يوم يتورط بس. بدوب أسمع كلامكم خليتوني أظلم الريال بغيت أفنشع. وانت لين الحين ما فنشته؟ حرام يا نبي الظلم حرام الريال ما سوى شيء. شو ما سوى شيء؟ ما سوى شيء الريال يخدمني
الريال يشتغل على فلوسي، الريال أمين على حلالي، الريال يفهمني من أول كلمة أقولها. والسرقات والنصب والاحتيال هذا كله وين صار يا خالي؟ يا ولد أختي هذا بزنس، هذا شغل بزنس، تعرف شو البزنس؟ الريال وايد يحبني، الريال كبر ثروتي، ما بكهرباء ووايرات وفيوزات وش. نبيلو وين التوكيل هذا؟ طلع التوكيل. شلون؟ سوي لي مؤتمر. مؤتمر قمة. هذا التوكيل. علشان تعرفون قيمة خماسة. والحل يا عبد الغني؟ يا أليسا، كل شيء قاعد يطيح على رأسي، وخماسو هذا يبي يورطني يا سالم بخيل، ولا ذكائي وعمقتي بالتصرف. الحمد لله لأنك تربيتي أنا، ولا لو تم عليك كان أنت الحين متورط. بس يا أليسا هالدنيا هاي ما أدري بها لوين بتودينا. يا بلا دراهم ما تسوى شيء. عمي شو رايك بهاللنش هذا؟ متشين اشوفه متشين. متشين عمي متشين. ايه تشوف عمي هذا اللنش؟ صار له سنتين طايح على سيف، ولا حد دقه ولا حد صار صوبه. هسه واليوم نزلوه البحر، وعاد من حظي انا خميس قمت وطحت على هاللنش هذا. زين خميس انا البحاحير هذيلا ايه؟ يعني بحاحير بحاحير يعرفون حق البحر، ولا من هذيلا اي كلام اللي تسلم على السيفه تعرف شيء قال لك ها بابا؟ عمي والله انك تضحكني. عمي طالع عيوهم، طالع اشكالهم، شقايف بحاحير هذين بحاحير. اذا غاصوا لك البحر الحين ما يظهرون الا نهار يوم ثاني. الله اكبر. اي نعم عمي. ولا بعد عندهم شهايد. شهايد يا خميس. شهايد خبره، ومختوم عليها بالدولفين ستامب. دولفين ستامب. اي نعم. تشوف عمي هالبحاحير هذين كلهم عدل، تشوفهم ما خلوا بقعه في البلاد وما ساروها. شكا ما خلوا بقعة في البلاد ما ساروها، يومهم دايرين الدنيا وشايفين الدنيا. ايش حقا سايرين في لنش الطورة؟ ايش حقا؟ اسكت عمي اسكت، تعال تعال اسكت. بلاك بطيح بلاك. انزل انزل بطيح. قال عمي اسكت اسكت. لا قول الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. 100 مرة عمي انا وياك محظوظين محظوظين على هذا اللنش، ومطحنا عليه هذا لقطة ينقط ذهب. عمي خميس ربعك هذه البحاحير يعرفون يسبحون. اخي ايش عاد شقا ما يعرفوا يسبحون عمي؟ اقول لك عندهم شهايد، شهايد فيها مختوم عليها بالختم دولفين ستامب. تقولي ما يعرفوا يسبحون؟ الله يجزيك يا اخي. ما يستبحني بدولفين ستامب. دولفين ستامب هذه الحين اي واحد شال شهاده استوى صاحب شهاده اكم مطيحينها، كل شهادات مزوره. عمي 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 خل عنك هاي الرمسه، هذه ما منها فايده. يلا عاد الحين بارك الله فيك، هاكم يطالعونك نغنغهم فلوس. عطهم بيزات شويه. شي شو فيك عمي؟ اعطيهم بيزات. بيزات خبلت انت تخبلت شكما طوف. عمي عمي شو عمي عمي شو عمي؟ المفروض هم يعطوني بيزات، ما بنا اعطيهم، انا شاري اللنش. زين عمي انا ادريبك انت شاري اللنش واللنش حلالي خلاص، لكن مبارك الله شو يبغون في الفلوس؟ يبغون يشترون حبال، يبغون يشترون دوابي، يبغون يشترون ثلج ديزل واكل لهم، بس هذا اللي يبغونه عمي. الا الاكل انا شارط عليهم، يبون ما يبون ببيع اللنش. لا 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 عمي الله يهديك. الاكل عليهم خلاص. كيفهم؟ خلاص الاكل عليهم عمي، لا تحرج. اسمع رفيق هذا اكل ما اكل انت في مسؤول. اوكي بس خلي مولون حلت لك المشكله. تفضل طال عمرك تفضل. زخميس هذا شو اللي هذا؟ دولفين ستام. انت ما تعرف شو دولفين، ما خبرك عمي بعدين. ليش عازمني هني؟ ما تخاف من البيل؟ عيوني لك ما في شيء يغلى عليك يا نورة. صارت عندك فلوس وايد. حتى مهرك ويمعته. والحفلة؟ والحفلة بعد. عيل خلاص، روح حق أبوي وقول له أنك جاهز، خلنا نتزوج. والله يا ريت.
لكن ابوك ما ينعرف. ساعة كذا وساعة كذا. قصدك خالك. والنعم فيه، مع انه يعرف ان نورة العلي. صج علي، هات عمتي وتكلم معاه كلام جد، وخله قدام امر الواقع. ان شاء الله، بس ابوك يحير يا بنت الحلال، والله اخاف يعطيني رمسة ليوم واحد، مثل سالفة التوكيل اللي اعطانا الصبح وشل الظهر. لا ان شاء الله، هالمرة بيتغير. ان شاء الله ان شاء الله. بس تعرفين يا نورة، نبيل اخوك كاسر خاطر. يا حليلة مو محصل فرصته انه يشتغل في الشركة. تدري ليش؟ لا. خميس هو السبب. نعرف ان خميس هو السبب. قصدي انه قاعد يستقل عواطف ابوي يتلعب فيها. والحل؟ الحل ان نسحب منه السلاح ونخلص ابوي منه. كيف يعني؟ الحين ما في طريقة، بس لازم بنحصل حل. يا نورة الله يخليك، فكينا من هالمواضيع. يا بنت الحلال انا ما اصدق اشوفك، ما اصدق اطلع معاك. تعرفين يوم اشوفك احس ان قلبي يرجع تك تك. انزين، ما قلت لي شو تبين تاكلين؟ اللي تبى. شو ها؟ بكل برود. شو ها؟ هذا استدعاء من البنك، يطرشون على كيفهم كاني لا اشتغل عندهم. زين انت ليش زعلان؟ مطرشين لك هذا علشان تتفاهموا وياهم، احسن من هذيك المره رقموا كل شيء ناقص، انا بعد يرقموني. والله يا ليت لو رقموك وكملوا عليك وصاروا باعوك في الحرايج كان افتكيت منك. ابوي انا حرمتك يعني طابوقه من طوابق هالبيت، ما بفتح عنك. هاي الكلمه انا المهدانيه، جيب لي خهر. انزعج منها طابوقه وحرمتك، حرمت عليك عيشتك. شو انت تخبلت ولا شو؟ تخبلت هي تخبلت، لانك بس فالحة ويا هالتصاريح هذي وتتخشيش وتتشخيخ، بس هذا اللي فالحة فيه بس. حقا ما جيت المكتب اليوم؟ ما قلت لي، بعدين انت سحبت عني التوكيل. خل عنك التوكيل، يولي شغلنا زاد كبر الحين، نبغينا موظفين. شل موظفين عاد يا يبا؟ انتي شي ضحكت؟ انت تحسبيني مثل اخوك انا رابد راقد؟ انا اشتغل اكد على رزقي، اسست شركة مال صيد سمك وباك تكون مسؤول عنها. اسست شركة؟ هي شركة اشتريت لي لنش في بحاحير وبيدشون البحر، وان شاء الله اذا زاد الرزق بعدين بشتري اللنش الثاني والثالث والرابع. زين انا ما اعرف حق البحر. لا تقول ما اعرف، يوم تقول كذي تقهرني يا نبيلوه، لازم تتعلم. لا تقول ما اعرف، ايش بسوي باكر اذا استوى عندك لنش لنشين ثلاثة اربعة؟ لازم تتعلم يا تبن. عيل خماسوي، شفتي اخوك؟ شفتي هذا؟ قولوا باكر ابونا ما يعطينا فرص، ابونا ما يبانا نتعلم، قولوا. كلام ابوي عدل يا نبيل، والشغل مو بعيب، تعلم حتى لو في البحر. زين خلي خماسو في البحر وانا امسك المكتب. لا، خماسو يشتغل في البورصه، شغله برا على المكتب. المكتب بنعطيه اختك نوره. ما شاء الله، الصاير مره واحده رضيت علينا ابويا. بشغلكم عيالي كيفي، متى ما ابغي اوظفكم ومتى ما ابغي افنشكم. مشكور يا يبا، بس انا ابي اشتغل مع عليوي في المحل. تشتغلين يا علي؟ تشتغلين يا اوناسيس؟ علي شو بتشتغلين يا بالله؟ شو بتشتغلين؟ دي في دي مسجل؟ شو بتشتغلين يا اريل؟ عليوي علي بيصير زوجي يا يبا، ولازم اوقف وياه. هلا خالي. اوكي ثانك يو. ايش حالكم؟ الله يسلمك. اولني جاي اباك تشتغل وياي، ترك طلعت تاجر عود. ها مو بسهل ابوي، صار ريك المحل ويشوفه. ما قصرت يا خالي،
أنا قلت عدد كيكين صغيروني طلع كبر القفعة. ها خالي شو تبون تشربون؟ خل عنك هالسوالف أنت حين يوم عندك كل هالدكان هذا شكبره وكل هالسامان هذا إيش حقه بعد طماع؟ إيش حقه يالس الطالب بحقوق أمك؟ طماع عود؟ خالي أفكر في مشروع جديد مشروع ثاني. شو هالمشروع خبرني؟ خلونا الحين من هالرمسة قولوا شو تبون تشربون؟ شفتي اللوتي؟ شفتي؟ ما يبغى يقول أسرار الشغل. ما بنت اللي معلمني كذي يا خالي؟ إيه أنا ما عندي سالفة يوم علمتك يا عليوي. توديش كبر المحل. خالي قول ما شاء الله. ما شاء الله. سوي لي شاي يلا انجلعي. زين بابا. يلا يلا رشاقة يلا. باي او 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 جلدي نعم شوف نعم. هذا شغل مال اليوم انا كله سجل ان شاء الله بكره يريد شغل زياده ان شاء الله زين نعم. انا الحين اسير نعم. انت يريد شيء يريد فلوس فلوس نعم ليش حق ديزل حق هوم حق سيرج حق ثلج حق ييم حق كل شيء نعم زين كم يريد 1500 1500 نعم 500 يا ود
ريد شغل مضبوط ان شاء الله. يلا خلاص سير شوف سوي صفاي كله هذا. شكرا. يلا سير. شكرا. جالك كهرباء جالك كهرباء. 6000 ناقص 1500 يساوي 4500. دلول انت تبغين تضربيني بالتفاحة؟ اسمع علي، عيني رجعت في الدريشة، ان شاء الله ترجع عيني الثانية، انا راضي. او ماي جاد، المخرف قاعد يلاحقني. لا ولابس نظارة سودة بعد عشان ما أعرفه. صدق الناس ستيوبد سايكو. وهاي الأغنية على شاكل شخبارك يا بوكتي؟ شو الريحة هذا؟ انت وين جاي من البحر؟ شو هي جاي من البحر؟ يا الله يا البحر، انت سمعت ان يقولون هالايام مدوق؟ صدق صدق مدوق. يا سلام يا سلام يا البحر وسوالف البحر. سلمك الله في السنة. يا ابو سمره، ابوي في المكتب. في المكتب؟ روحي بشاي وماي داخل مكتب ابوي. يا الله وش ملاك هاجن انت؟ حفل الله كل مستعجل. اذا بخبرك عن البحر والله العظيم حالك. هي والله هي والله هي والله هي والله هي والله. كم بعت اليوم؟ بعت ب6000 درهم واللي في يدك 4500 وعطيت 1500 حق النوخذ. كم؟ 1500 حدشت اليوم. وش حقه تعطيه 1500 خبلة تخبلت؟ شو اسوي؟ هو قال يباهم حق الديزل واليم والثلج والأكل. الدعمة يا الدعمة يا نبيل، أنا متفق وياهم، الأشياء هذه كلها على حسابهم، الديزل والزقوم هذا كله على حسابهم، هم يدفعون على ما يخصني. ما عليه، حصل خير، المرة الجاية ما بنعطيهم الكثر. ثاني مرة يا نبيل، ثاني مرة يا وليدي، إذا ما تفهم اسأل. إن شاء الله. يلا قم سر للفرضة واجلع هال 1500 من حلجه وهاتهم لي الحين. خلها باكر. قم سر الحين قم. توني جاي من الفرضة. قم اجلع الحين. وين ساير بارك الله فيك؟ يا ابن اللي كان شاي ما بتشربه. وابوي اللي داخل يخلي الواحد يشرب شاي ولا ماي؟ يا يعني انت حق وين بتصير؟ بارك الله فيك شيء هات كذي، وين بتصير؟ قول لي. بروح البحر يعني وين؟ يا الله البحر يا ربي، يا البحر يا ابوك، البحر هذا له ذكريات وايد حلوه وياي. تعال يا نبي يا نبي، صبر يا نبي، بلا كاتش عفان الله. ابو سمره ابو سمره اللي فيني مكفيني. صبر يا رجال بخبرك عن البحر. لا اله الا الله. الصراحه I don't know يعني من وين ابتدي الموضوع. تبتدي من أي مكان؟ بس الموضوع وايد وايد محرج. أقول لك أنا؟ بليز. أبوي صح؟ أنا وايد مستحية من شنورة. أعرف أبوي زين، تصرفاته وأنا أعرفها.
يعني مجن ذات يلاحقني بالسيارة كان ياهل، شو اسوي فيه؟ كطقتي بالتفاحة. شفتيني؟ هي شفتك. او ماي جاد، بس انا ما كان قصدي، والله العظيم يعني ما كان قصدي، ما ادري كذي شلون صارت ردة فعل وصار اللي صار. الصراحة ابوك عجيب، هيز ويرد. ما علينا الحين، المهم ابوي محتاج موظف يا دلال، واخاف يقول حق خميس ويجيب له حد من الرابعة، وانت تعرفين خميس زين. موظف موظفة ما يستوي؟ موظف موظفة ما تفرق، المهم ان خميس ما يتدخل بهالموضوع. خلاص عيال اتس دان، باكر بخلي ماي فريند ظبي تمر عليه المكتب. اتصلتي فيه؟ لا ما اتصلت فيه. لا حول الله، عيل ما بنحصله في البيت. يا اخوي عندي مفتاح البيت انا. يوم انك تكلمينه ليش ما خليتيه بطاقة التطعيم؟ موعد حصة باكر، واخاف اعتمد على هالريال ومي حضرته. انت ما تقولين انه تغير؟ احس انه متغير، بس ما ادري ليش متردد، ما ادري شو فيه بالضبط. متردد في شو بعد؟ في انه يجي عندي، قصدي هي يرمسني وياخذ بخاطري على الاقل. انت تقولين ان الريال حصل شغله، ويوم حصل شغله ليش ما يايش انك انت وبنتك يرجعكم البيت؟ ما ادري يا اخوي، والله ما ادري. ما قلت لك اكل بيت مظلم. عندي المفتاح يا اخوي. اوف سيري بالبطاقة ومرتنا بنعرف إن شاء الله. بس يا علي أبغي أفهم شو اللي سواه في البيت؟ وين راح؟ وين اختفى؟ هج من البيت؟ ما على الذات كله، قص علي وكذب علي وقال لي أنا قاعد أشتغل وأداوم، والحبيب عايش على بيع ثلاثات. طولي بالك يا أختي طولي بالك، أنت سيري بالبطاقة وإن شاء الله خير عقب. نص ساعة البارحة قايل نص ساعة وميت، ما تستحي على وجهك، انت ما تستحي، انت تماطل يا لست تماطل ثلاث شهور يا ريال، ثلاث شهور الميت. بتصل بالشيء، تعالي ابوي سخني شوي شوي عطيحين ابوي شوي 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 تحمل ابن عمرك ابي تفضل ايها طالع يا هذا هو هذا سالم بسمرة، قصدي بخيت، هوها بخيت هذا. صباح الخير. صباح النور. أنت السيد سالم رجل الأعمال المعروف؟ هو
وهذا وسلمت الله ولم يوم الساعة أقول لك إنها مكتبه، وهذا تشوفينها، وأنا سلمت الله بسندرة اللي يرتب الأمور كلها اللي ما يروم يعيش من دوني. وأنا أنا أنا انجلع 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 يا الشيب المخرف، انجلع ما بوقته. هي والله هي والله انجلع على المطبخ. هي والله هي والله هي والله هي والله هي والله أنا سالم بخيت رجل الأعمال المعروف، وأنتي اسمك؟ أنا ضبية. أمي أمي اسمها ضبية. صج؟ إيه حياتي. تفضلي. شو يقولون؟ وشو يسوون داخل؟ إذا شحك خلاني أضحى شوي لسني شوي بس مع الرمسة. يا الله يا هالمزيون هالي دش علي أبوك ما ينمني له. زين شو سوي حنينة؟ أبغى أسير له تعرف شو سالفته؟ شو سوي؟ ماشي خير عسير لهم وقول ما تبون شاي صح؟ يستاهلون يستاهلون. سمعتي في السوق مثلا منظرة ما مشي نفسي، فسلمت الله يعني التاجر يحتاج انه يضبط مواعيده، يعني يكون محترم ويا المواعيد الثانية، وخاصة الفلوس. يعني الفلوس ما يصير الواحد يأخرها، لأنه صراحة كل شيء يتعطل. فأنا مقدر يعني أحيانا ما بين تاجر وتاجر وتاجر لما يصير ما بينهم تعاون، بضاعة توصل هني، الفلوس توصل هني في التوقيت المحدد. يعني يقول نص ساعة مثلا وما هي ثلاث شهور، هاي كارثة، هاي مصيبة. يعني هاي ممكن الواحد قلبه يطيح، وفي وايد تجار ماتوا بالسكتة يعني بسبب نص ساعة تأخير في البيزات. عيب لك شاي ولا عصير؟ لا ولا شيء شكرا. انسي لازم تشربين شيء علشان باللي نريدك على تغصين. انجلع 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 روح. قالت لك جملة عريضة شطولة، ما ابغي شيء. يا الله العم سالم الله يهداك، زي يمكن البنية ريجها ناشف وتعبانة ومستحية انثر الدري، يعني قد يمكن تبغى تشرب شيء في الريجة على بص. طالع الدري وين عايشين احنا؟ وين طالع الدري واحنا في 2011 اصلا صير عمارة فيه تقنية فيه الشبيه المخرف. روح نجرع المطبخ لفلعك بهذا الشعار. روح لا تفحني. ما عليك ريال شيب مخرف شوي، بس ما اقدر اسوي لي شيء. تصدقين من شوي كان يكلمني خليل القراع، كنت اطالب شويه فلوس ومتاخر ثلاث شهور وكذا، بس انا عارف يعني ظروف التجار، بس ما قال لي ما شاء الله انه بيطرش لي سكرتيرته الخاصه. ومنو هذا خليل القراع؟ يعني حضرتك مو من طرف خليل القراع؟ ابدا ولا عمري سمعت عنه. صادقين عيل طلع واحد خرطي مو بتاجر. اللي اعرفه ان خليل القراع هذا واحد عنده محل صغير يبيع فيه مواعين. هذا هو، انا اقصد فرع الملح اللي شابك مع مجموعه القراع التجاريه. اللي تقصده مجموعه المرقاع مش القراع يا سيد سالم. كلامك عدل، يسلم لسانك. المرقاع لغة عربية أنا أفهم، بس أنا في حياتي شوي النحو جايبني شوي يعني ما قدرت عليه مثل ما قدرت على الرياضة والرياضيات. يعني ما شاء الله عليك يعني تفهمين في السوق، فاهمة عدل لامة أمور السوق. قلتي لي شو اسمك؟ قلت لك أنا ضبية. والحين اسمح لي، وين بتسيرين يا بنت الحلال؟ لسيت أول الناس. مو مشكلة أنا بروح، بس أكيد رح نلتقي مرة ثانية. ها كيف الأمور؟ مثل ما اتفقنا،
بس مبين ان ابوك وايد ضعيف قدام النسوان. هي عرفت تصرفاته، علشان كذي انا كنت خايفه انه يبون له وحده وتلعب تحسبته لعبه. لا تخافين حبيبتي، خلاص ابوك في ايدي امينه وبضبط له اموره التجاريه كلها. زين تسوي. المهم خبرتي عن دراستك الجامعيه؟ ما سالني عن شيء، كان يظني جاي من طرف واحد من التجار، تالي نسى الموضوع ونسى عمره. الزياره الثانيه بقول حق ابوك كل شيء وبزحلقه على نار هاديه. شكله مو موجود في البيت، الله اعلم وين ساير. نعم ابا رمسك. قول شو عندك. تباني ارمس معاك هني برا؟ قول 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 وخلصني. شو اللي سويته في بيتك؟ تقدر تقول لي ليش بعت الاثاث؟ ما انتش دراك جيت مع لطيفة عشان اشيل بطاقة بنتك، شفت المصيبة. ما حد له شغل فيني. ليش كذبت على لطيفة وقلت لها انك اشتغلت؟ انا ما كذبت، قلت لها اني بشتغل. لا قلت لها انك اشتغلت. قلت لها اني بشتغل لكن الظاهر انها ما تسمع عدل. انت بديت تكذب يا سعود، حتى انا كذبت علي. اعطيتك فلوس عشان تصير تأجر لي محل، شليت الفلوس وحطيتنا في مخباك، قلت برايي ما بعشانك، عشان أختي. قلت يمكن تستحي عويك وتستوي ريال لكن ما في فايدة فيك. وآخرتها بعت أثاث بيتك ويمعت لك كم بيزة وصرت لعب فيها شرق وغرب. نسيت أن عندك حرمة وبنت مسؤول عنهم. لا مو بناسي. إذا أنت ما تقدر تتحمل مسؤولية بيت وعيال قول، لأن أختي مو بلعبة بين يدينك. مو بحسن عن السرقة؟ أنا بعت الأثاث عشان ما أمد إيدي للحرام وأدخل السجن. شو اللي أحسن في نظرك؟ تعال بالك إني أنا مرتاح، إن زوجتي وبنتي بعيدين عن عيني وعن بيتي. أصلاً أنت مو بعارف تقدر مشاعري. وأتمنى أنك أنت بعد تقدر مشاعر وحدة ترياك ليل ونهار وكلها أمل. في النهاية تكتشف أنك تكذب عليها.